نروح كمان لأخبار فريق الكرة داخل نادي الزمالك، وألقى الكولومبي أوسويو محاضرة فنية مطولة على اللاعبين خلال مران الفريق اليوم، وحرص كده فيها على توضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب. شرح كمان بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة. شدد خوان كارلوس أوسويو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق. شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم، وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة امبارح بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي بعد وديتي الأردن وأوزبكستان، وخاض كمان اللاعبان مران اليوم بصورة كاملة. كمان شارك الثنائي في التقسيمة الفنية. كمان أدى اليوم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق اليوم الخميس اللي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة، وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى.